صباح الفل والياسمين من بالي وفلوق جديد ان شاء الله. اليوم غادي نتجهوا لجزيره اخرى، جزيره نوسا بينيدا اللي هي قريبه من بالي، فيها ما يتشاف. تابعوا معنا، احنا دابا في مرسى، ما تشوفوا شنو غادي نشوفوا اليوم. هاد الرحله هادي وجدت لها امبارح مشيت وسقسيت وقطعت البيبيات درت لي واحد المجهود باش نوجدها. المهم يلا خليكم معنا. الاخوان راه بداو كيعمروا المراكب اللي عم نمشيو فيه، هو هذا الري الملك شميشه. دابا كاينه شميشه بحال كيبان ترونكيل، ما كيخرجوا من هاد البوابه هادي، تما كيخرجوا تما كيدخلوا. المهم راه شويه غادي يبداو يعيطوا دابا باش نمشيو نركبوا. اخوان اللي جا هنا يركب ضروري خصو يكون في الشرطة، اننا راه ما عندهمش ديك الرصيف اللي كيبورديو به، ضروري خصو الانسان يكون عنده الشرطة. كتشوفوا الماء راه كتنزل في وسط الماء، جاي يجي لنا هنا يرد بال. احنا الشباب اخيرا نزلنا في نوسا بينيدا. شوفوا الترانسبور غادي يكون هنا. اخوان احنا دابا طالعين في نوسا بينيدا، كرينا موتور باش نطلعوا هنا. تبارك الله منظر رائع، شي طرقان واعرين واعرين. ما نقدرش نصور لكم، انا كنسوق عندي واحد اليد كنكسيري به، واحد اليد به التليفون جي بي اس. المهم خصنا شي ثلاثة د اليدين والسهل. الله نزيدو شوية، المهم خصني نركز مع الطريق شوية صعيبة هنا. احنا الاخوان وصلنا كلينكين باي، هاد المناظر الرائعة هنايا. كاين هاد الاشقياء هنايا عاوتاني عاملين فوضى. ما في واو على المناظر هنا، شيش غنقول لكم الاخوان، هادشي واو شي رائع. ولكن السحاب خاف ولا طيح شي دقه الشتانات تلخن ولا تقرو ديو لي التليفون. ها انتوما الاخوان نوسا بينيدا. بلاياتك اكي هودو ليلى، انا باغي نهود ليلى. اش بان لكم راهو من الناس فين هما باش تعرف ولكن بحر صراحه ماشي محرك، انا كيكون محرك بزاف. واو 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 وي ها انا الاخوان، ها هي نوسا بينيدا، هادي كلينكين باي. شنو بالكم ناودو ديك البلايا تما زعما، ضربنا ساعة د الموط، ساعة وربع د الموط في الجبال. أنا الإخوان نحسبوها واش من الساعة 10:38، شوفو شحال غادي نعملو. احنا الإخوان في نص الطريق، ديجا كاين الناس تما هادي الجهة الأخرى. وي
شوف اش عامله، هادشي عملاق. شوف هاد الجزر هادو كيفاش عامل. الهبط بقاش فيها الدرج، دابا رجعت قصحه كثار. دابا الركاب يمشيو كتعرف. هنا الاخوان كيكونوا حتى ديك مانطاري الحيوانات ديال بحال الرايه، هما كباري ما عرفتش شنو كيعيطوا لهم بالعربيه، شيطان البحر ولا شي حاجه. هما كيجيو يشوفوهم هنا، تشوفوا بعض القوارب راهو ما فينو، ما كيجيو يغطسوا هنا لو كان الوقت. شي الانسان يغطس معاهم. كاين واحد المشكل كنشوفو هنا، كتشوفو كاين شي حاجه الزبل كاين تما وكاين تما، شوف بحال الزبل د البحار فيه العواد، فيه عرفتي واش مع الشتا ولا مع كيفاش وقع داكشي. يلا نكملو الهبطه ديالنا، شوف الهبطه كيفاش عامل. احنا نزلنا الاخوان، شحال الساعه دابا؟ 11 منا، شحال ثلث ساعه؟ 22 دقيقه. ولكن راه هبطنا من رافاي. حتى الطلعة واحد الهبطة هنايا كتعرف، واقفة واقفة، راه الناس فين طالعين. شوف شتو صعيبة صعيبة، خصني نرتاح دابا شي شوية، ضرب شي عاومة وحق هاد المواج. تبارك الله، عمري ما شت هاد المواج قد هيدا. تبارك الله شكاش كيعمر، وي ديلي. شي عجيب هادشي اخوان. عندي واحد الحاجه جبتها معايا باش ناكلها هنايا، جبتها من المغرب باش ناكلها في نوسا بينيدا. انا نوريها لكم. واش كاين شي واحد كلا هنريت في نوسا بينيدا؟ يلا. هاهو هاهو تيعمل لي هاهو هنريت في نوسا بينيدا. بكلينجين باي. انت قوتو بهاد هنريس، راه جبت معايا حتى الطانغو ديالو. باش نطلعو عاوتاني، راه الطلعه شويه صعبه. الاخوان حان الوقت الصعود، مسخينا شي بهاد التشالي رائع. الموج ديالو راه صعاب، اللي جبنا هنايا راه قبال ما يزعمش على هاد مواجهته. كنتسنانا هاد الطلعات باش نقول لكم، راه فوق عاد بقى طالعه. المهم عملنا ثلث ساعه، ما كنظنش انا من ثلث ساعه في الطلعه، طلع شويه بشويه، راه وقفه بزاف. المهم حيت باقي لنا بزاف امور خصنا نزوروها، شي جوج مواقع ديجا تعطلت على الجدول ديالي. المهم كنشوف هنايا غير النصارى شنو واقع، واش كاين شي احفاد بنو بطوطه؟ ما كاينينش هنايا. هادشي حشومة الاخوان، حشومة، عمرو الدنيا شي حاجة. باش تاخدو واحد الفكرة على الطلعة كيفاش عاملة الاخوان، راه واقفة واقفة بزاف. اخيرا الاخوان رجعت بحال ماطيشة. احنا طلعنا دوشت دوشت بالعرق. شحال عملت؟ 25 دقيقة، خير شي 5 دقائق زايدة على النزلة. طلعت أنا نفس واحد، باقي ما شرفناه، باقي واحد شوية. نوسا بينيدا كلينكين باي. يلاه نمشيو دابا الموطور عاوتاني، نمشيو واحد الوجهة أخرى، بدنا نتمشاو ونتحركو، بدنا نبردو شي شوية. هانتوما الإخوان، شو على سكت على مناظر الطبيعة. هاي الطريق، ها الموتور. شتو كيفاش عاملة الدنيا هنايا، هاذيك الحقول دبانة من تحت. يا سلام الطريقة، عرفتي تمشيو معاها، حسكت أصوات العصافير. هذا هو المكان الثاني، بروكن بيتش. يا كتعرف الحافة هنايا،
Pak je weer zijn. Maar toen kreeg je weer het zo in. Zo voor je het zo om naar de karraai. En ze doen het al longeerd leen. Het komt zo voor de mandara lichaam. Wauw. Ah, wat broken beach. Shat el Mukassar. Yeah. ترانا في الحافة سكي باش عامل انا عم شو قبلته من الليهن باش يبان انا نقوزو فوق منه من الليهن نضرب عليه الدورة يا ما ديالو كيفاش زريراق صراحة شي عومة تما كتشاهي ما عندو شي الهابطة والسهل واو امشي وراها فاين فوق ديك هانتوما اللي كيعجبهم يعومو في المياه التركواز كيفاش عاملة ديك المويمات يا انا علي ندوب تسيب من هنا غير شو كاش عاملين راح الحوته ما عرفتش واش كتبان لكم راح الحوته كبير راية فين هاي شتيها حوته كبير حوت موجود ها نحنا فوق دابا ديك القوس من هنا كيدخل الماء يخرج من الجهة يا اخي هذا القوس هذا عالي هنا العلوم بزاف شي رائع المهم الاخوان هادي نوسا بينيدا غتكون هي المحطة ديالنا اللي غنبداو منها الرجوع ان شاء الله ما نزيدو شي ابعد من هذا يعني ما كرهتش انا نزيد نمشي لومبوك وكومودو وجزر اخرى ولكن الوقت والبيدجي هذا بلان حدو هنا الحمد لله الامور حتى الساعه ماشي كيف مخططه الامور مزيان الحمد لله كانت بعض التغييرات ولكن الامور الحمد لله لليوم خرج نهار مزيان ولكن هذه اقصى نقطه غادي نوصل لها نبدا الرجوع دابا الرحله ديالي كامله غتبدا باكوردز الرجوع الى الخلف رجع الى الوطن المهم احنا ماركينا هنا يلا نوسا بينيدا مرة اللي مجا نشوفو بعدو اكثر ان شاء الله هنا الاخوان البحيرة ايضا كيعوموا فيها كيدخل للبحر ما تجي تشتو المهم دابا ما بحر طايح ولكن بحر كيدخل من هنا كيعمر البحيره كينزلوا يعوموا فيها كينزلوا من ديك الدروج راه هما كيعوموا هنا دابا الما دياله ما تجددش باين مسكين قديم من هنا كي يطلع البحر شو كيفاش عامل البحر تما هادو حدا بعضهم بروكن بيتش راه جاخ هاد الحجر عرفتي كيفاش ماضي اوه حجر بركاني هذا ماضي شوف ماضي بصح مضى هانتوما الاخوان طبيعة في كل رونقها ما شاء الله مشكلة والانترنت ما كايناش هنا الشباب حنايا في كريستال بيتش ودا اللي فيها المياه الكريستالينية
صعد التالي خرج في هاد الزبل الشجر، عرفتي شنو هاد الروينه هادي اللي خرجت هنا؟ كاين حتى في الماء شوف كارثة والله. هاد الزبل الشجر واش شتو قيلا لي طاحات. ضربنا على العومه باش ما نفلتوش هاد البلايات. هضرت شي صباح، المهم حنا فزقنا دابا نطلقوا للمارسا ان شاء الله. عندنا شي هي ساعه ونص، ثلاثة الى أربعة ونص نكونوا في المارسا ان شاء الله. هيا بنا. احنا جينا عند اللانشا الحمد لله، اللانشا ديالنا هي هذيك، باقي ان شاء الله نركبوا حتى الخمسة. دابا الأربعة الا ربع ولا الأربعة ونص كيبداو يتشيكيو الناس. هاد البلاية صراحة الما ديالها واعر زريرق، تاح كولور فيها احسن من ديك كريستال بيتش اللي كنا كعومنا غير هنايا احسن. والله الا قيلا نضرب شي عومة. بس نوريكم واحد الحاجة الاخوان، هادي هاد الجزيرة هادي مسميها نوسا ليمبوغان، حتى هي واعرة كيمشيو ليها كاين قوارب كديو من هنا تما 10 دقائق. وهاديك اللي تما راه هي هاديك جزيرة بالي، بالي هادي نوسا ليمبوغان، وهادي اللي حنا فيها هي نوسا بينيدا. حتى هاديك واعرة فيها شي شواطئ واعرين، ولكن انا مشهيني هاد الماء هادو واقيلا غادي ننزل لينا سحد العام بقول لي باقي ما شبعتيش. مزيون هاد الشاطئ هادا عندهم مزيون. الحمد لله وصلنا مبالي. حنا يلا نزلنا دابا نتنقلوا للاوتيل، الشتا كطيح هنايا. المهم نهيو هذا الفلوق هذا هنايا، الى غدا ان شاء الله رحله مستمره. يلا شفناكم على خير، باي.